أبدعت في الدور لدرجة إنها قدرت تخطف قلوب الجمهور. مع كل حلقة جديدة من الحلقات الناس بتحس وهي بتتفرج إنها بتشوف مشهد حقيقي مش مجرد تمثيل. موهبتها أجبرت كل الناس على الإشادة بدورها في المسلسل، خصوصاً المشاهد اللي بتظهر فيها وهي بتشتغل في وسط الرجالة وكأنها واحد منهم. لكن هل منى زكي نجحت في مهمة رئيس المركب؟ الفنانة منى زكي أبدعت في دورها في مسلسل تحت الوصاية اللي قدمت من خلاله دور حنان اللي مسكت مركب الصيد واشتغلت في وسط الصيادين كأنها راجل زيهم بالظبط. دور منى زكي في المسلسل خطف أنظار كل الناس وخلى الناس يتعاطفوا مع الستات اللي بتشيل هم كل حاجة في الحياة لوحدها، خصوصا بعد ما منى زكي ظهرت في مشهد من مشاهد المسلسل وهي على ظهر مركب صيد وكانت بتنبه على البحارة تعليمات وكلهم بيسمعوا كلامها، وظهرت في مشهد من المشاهد وهي بتصلح شباك الصيد بطريقه احترافيه محدش يعرفها غير الصيادين وزوجاتهم. ومنى زكي مسكت 3 رحلات صيد خلال دورها في المسلسل وابحرت 3 رحلات ما بين اسكندريه ودمياط وصورت مشاهد رحله الصيد بكل تفاصيلها زي رمي عده الصيد وشد ولم وتعبئه الاسماك داخل طاولات السمك الخشب وغيرها من التفاصيل الصعبه اللي ما يقدرش عليها غير صياد شاطر. المسلسل نجح في توصيل فكرة المعاناة اللي بتعيشها الست بعد وفاة زوجها وبيوضح ان الست المصرية بتتحمل الصعاب علشان خاطر ولادها لدرجة انها بتتخلى عن انوثتها وبتشتغل وسط الرجالة عشان تكسب لقمة العيش. مسلسل تحت الوصاية اثار حالة واسعة من الجدل وقصته بقت حديث الشارع المصري بمجرد عرض الحلقة الاولى منه، وبسبب القضايا الشائكة اللي المسلسل بيناقشها واهمها حقوق المرأة المصرية وحرمانها من الوصاية على اولادها بعد وفاة الزوج. ومن أكتر مشاهد المسلسل اللي لقيت تفاعل كبير من الجمهور مشهد حنان وهي رايحة البنك تعمل شهادة إدخال لابنها اليتيم بعد وفاة زوجها، لكن المفاجأة إنها اكتشفت إنها ملهاش حق الوصاية على أولادها بعد وفاة زوجها. والمسلسل نجح في لفت الأنظار لقانون الوصاية الخاص بالأطفال الأيتام اللي بيمنع الأم من حق الوصاية على أولادها، وبعد حلقات المسلسل الناس كلهم بدأوا يطالبوا بحق الأم في إنها تكون وصية على أولادها. لكن هل منى زكي نجحت في دور رئيس المركب في مسلسل تحت الوصاية؟ شاركونا بالرأي.